ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه كلامنا متواصل في الكرة العالمية والمحلية، وبالتأكيد طبعا عن استعدادات الأهلي للموسم الجديد ومعسكر النمسا اللي هيستمر لحد 6 سبتمبر المقبل. كل التفاصيل دي طبعا وأكتر هتكون مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي. أستاذ محمد، النهارده مشرفنا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على السادة مشاهدي كرة النادي الأهلي. صباح الفل عليك ومنور الدنيا كلها، وعندنا كلام كتير هندردش مع حضرتك عنه ان شاء الله. واستاذنك نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها دلوقتي مريم، فكره المعسكر واهميه هذا المعسكر في التوقيت ده في رايك، واهميه ان احنا من خلال المعسكر ده المفروض ان الفريق هيلعب ماتش ودي او اثنين، يعني رؤيتك للمعسكر ده وانعكاساته على ما هو قادم ان شاء الله هتكون عامله ازاي؟ طبعا ده الاساس، لان انت بتبني على موسم جديد وموسم مهم جدا، انت داخل على يعني كذا بطوله الفتره اللي جايه، وبدايتها سوبر افريقي، مباراه واحده ببطوله بالنسبه لك، وفي نفس الوقت هتفرق معاك معنويا، وبالتالي لازم يكون استعدادات يعني معنى اصح في بدايه، يعني البدايه هتكون مهمه بالنسبه لك. اكيد ان المعسكر مهم، خصوصا ان انت بتفصل بعض الشيء انك موجود في النمسا. كنا نتمنى ان المعسكر ده يكون في يعني في فتره مبكره شويه، خصوصا ان احنا الفتره اللي فاتت كنا شايفين ان الانديه العالميه والانديه حتى السعوديه كانت في النمسا بالتحديد هناك، فكنت ممكن تعمل احتكاك قوي بالمباريات الوديه. لكن عموما فتره مهمه، مده 9 ايام المعسكر، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان الفريق سواء العناصر الجديده مع عوده المعارين مع القدام يعملوا الانسجام بسرعه قبل بدايه السيزون. واضح ان النمسا تعتبر عنصر جذب للناس اللي عايزه تعمل معسكر مظبوط لفريقها. اه الحقيقه امبارح كان طبعا مراسلنا وزميلنا العزيز فاروق صلاح كان بيتكلم يا كريم عن فكره ان النمسا دايما الناس بتروح تعمل فيها معسكرات، كل حاجه فيها مهيئه، الجو، الاماكن، كمان المكان اللي هم فيه بيبقى منفصل تماما عن المدينه. اكيد طبعا هنعرف منه تفاصيل اكتر عن كل ده وعن المعسكر، بس خليني الاول اعرف منك شايف ازاي كمان فكره يعني تاهيل كولر للمصابين سواء السولية، طاهر، كمان يمكن ياسر ابراهيم، فكره تاهيلهم داخل المعسكر ده. طبعا كانت ضربه بالنسبه لكولر في البدايه شويه عن غياب عمرو السولية ومده طويله شويه. طبعا الفكره ان انت دلوقتي عندك يعني فتره بعض الشيء انك تقدر انك تحاول انك تعمل تعافي للمصابين سواء لو كان السولية او ياسر ابراهيم او طاهر، في بدلة ان شاء الله هيعوضوهم. في نفس الوقت معسكر النمسا يعني في نفس هيكون في دخول العناصر الجديده، احنا بنتكلم على رضا سليم وامام عاشور مع عوده المعارين زي نيدفيد وصلاح محسن ونيدفيد، واهم طبعا مع احترامي باقي الاسماء في وجود اكرم توفيق ووجود كريم فؤاد. فبالتالي النهارده يعني بنتمنى ان يكون العناصر كلها جاهزه ان شاء الله للفتره اللي جايه، واكيد اكيد الجهاز الفني وبيحاولوا طبعا يعملوا مباراتين وديتين تكون مهمه قبل مباراه اتحاد العاصمه. جميل، رايك في ضوء اللي انت شايفه حاليا في السكواد اللي الموجود حاليا في النادي الاهلي، وخصوصا بعد ضم رضا سليم وامام عاشور واللعيبه اللي كولر صعدهم في الفتره الاخيره، شايف الشكل العام عامل ازاي؟ وعايز في ضمن يعني ضمن سياق اجابتك يعني تقول لنا برضو انطباعك عن ان في ناس كتير من جماهير النادي الاهلي واقفه قوي عند تفصيله ان احنا محتاجين مهاجم صريح، ان احنا محتاجين راس حربه صريح، برغم ان انت القوام الاساسي بتاع الفريق عندك، يعني من زاويه تانية لرؤيه الامور قد يغنيك عن وجود مهاجم صريح، ولكن الناس شايفه غير كده. البداية يعني كان من المدير الفني نفسه مارسيل كولر في فترة الانتقالات الشتوية بالتحديد، هو قال ان هو عاوز مهاجم، لكن اشترط، قال لو مفيش لعيب هيقدم الإضافة وهيكون مختلف عن الموجودين معايا فأنا مش عاوز صفقة جديدة، وكان معنى صح حط شرط ان هو هيجي جديد هيكون إضافة عن اللي موجودين حاليين.